أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون. إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين صدق الله العظيم.